وتبص عليا هعميها عشان انا بس اللي ابص. هو انت يا فارس هتتكبر عليا ولا ايه؟ وانا مالي انا ومالي الكلام ده؟ انا مش قلتلك تنسي فارس بتاع زمان ده خالص؟ فارس اللي عجنته وقلبته على النار مع خيبته وعبطه وصبره عشان اصب فارس في قالب جديد، قالب على مزاجي انا بس. انت عايز تبقى زيه؟ اوسخ منه بكتير، ده انا تربيته. أنا راجع. أيوة راجع. الشر مش ممكن يموت، الغدر والخيانة مش ممكن يموتوا. حد ممكن يقول إن أبو هيبة مبسوط دلوقتي؟ حتى بعد ما رجعت ناس وهزوته طص. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ السكة لسه طويلة أوي. الشر مش ممكن يموت، الغدر والخيانة مش ممكن يموتوا، وأنا ابن الشر. من غيري الراحة ملهاش طعم. غير الراحة ملهاش طعم. أنا راجع. أنا راجع. تعرف يا منير، انا من غيرك كنت هضيع. على رقبتي يا بنت عمي. انت عمك بس منير؟ ده انا اول مرة احس انك اكتر من ابن عمي. وانا كمان أول مرة أشوفك بتاع. يعني إيه؟ يعني أنا ابن عمك وبس يا صافي، مش هو ده اللي أنت كنت عاوزاه؟ لا يا ماهر، أنا قصدي حاجة تانية خالص. يعني إيه؟ يعني جت كده؟ بالزراير يعني ولا إيه؟ زراير إيه يا ماهر؟ ده أنا جاية أقولك إن أنا أول مرة أحس إن أنا أول مرة أحس إن أول مرة أحس إنك أكتر من ابن عمي، فاهم؟ أنا
ما شفتنيش طول السنين اللي فاتت كنت فين؟ ما حسيتيش بماهر وهو بيجري وراكي في كل حتة من غير أي فايدة؟ ما ينامش طول الليل عشان يقعد يدعي ربنا يخرجك من قلبه وما قدرش؟ ما حسيتيش بنار ابن عمك وهو بيسمع رصاصك في قلبه؟ كل ما يفتح لك صدره تخيه. سنين مغمضة عنيكي. بص يا صافي أقول لك على حاجة. اللي أنقذك ابن عمك، لكن ماهر اللي بيحبك جابك. مش قلتلك سيبوني لوحدي؟ اتوحشتك قوي، ما قدرتش امسك نفسي، ما قدرتش امسك نفسي. أصيلة غريبة، أصيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كبير يا قادر يا قادر يا بطل يا حلو يا كبير يا قادر يا بطل يا رجول يا عظيم يا حلو. ربنا يرضيك يا ابو هيبه ويعلي مقامك وينصرك على مين يعاديك. بشريه غنيمه. الحمد لله يا هيبه، ربنا استجاب دعمك ورضاك واداك الواد اللي كان نفسك فيه. رب
ربنا فضله كبير.